يعطيكم العافية. عندي هذا السؤال، هذا السؤال له نص دقيقة، نص دقيقة. If a block A has a velocity 3.6 to the right، يعني هاي لليمين، what's rate B؟ يلا في عندي طريقتين، طلع حبل واحد طلع ثلاثة حبال وعكس بعض، لأنه إحنا هيك بنفرض. زي جابتر 12، السؤال جابتر 12، ثلاثة بي A سالب في بي يساوي زيرو، صح؟ أو ثلاث إكس A ثلاث في في A لثلاث في 10.8، أو ثلاث في 3.6 بيعطيني 10.8. هاي طريقة، طريقة اثنين وأخذ الأوريجين، هاي إكس A هاي واي بي. يلا قديش طول هذا الحبل؟ طول الحبل هذا 3 إكس A، وهذا الحبل قديش طوله؟ واي ون واي بي. بس نص دقيقة، يعطيكم العافية.